سلامة صف شرنا الوطنية ما بنسى الما وسلامة ما بنسى الما وسلامة ما بنسى الما وسلامة ما بنسى الما وسلامة ياش حلاتي واي تهبل شنو هذا شنو هذا هاي هاي سلام ايش بيش بعتيني انت كيف تدخلي البيت كذا من غير اذن ها حبيبتي انت نسيتي انا من بنات الحاره ادش واطلع على كيفي انت الحق يوز بنات الحاره انت كل زمن ما تنعليش مليون قوني تعيش انا ما كل الزمن علي من كل يوم قوني تعيش لا حبيبتي انت شوفي مطاعم البلاد ماكلين العيوش كلها على ويفج ايه سمعيني صحيح يوم قالوا البيت بيت ابونا قيوا الغرب وطردونا ضيعي من بيتي اقول ممكن كلمه لا جمله ولا حرف يا المومياء انتي طلعي من بيتي انا مومياء غلطانة انتي انا جايتك في شغلة مهمة ولازم تعرفين مصلحتك مصلحتي سمعوا بلقيس ملكة سبع مو تقول يا عطي انا جايبت لك ضيوف يبون يتعرفون عليك ويعرفون سلمة من هي هذه سلمة ها من ضيوف زين عقب يوم ضيوف خليهم يتفضلوا خليهم يتفضلوا متأكده انت اقول ضيفي عمي يجي نحن الضيوف اروح اناديهم والله اروح اناديهم افرق
الله بالخير. ما شاء الله ما شاء الله، ما خليت ولا تلفون نقال ولا ساعة في البلاد إلا وشريتها. لا تحسدني خالي، هذه الحارة ترى متروسة ساعات وتلفونات مستعملة، هذه اللي تشوفها كمية بسيطة. خالي حرصني شوية أجيبين لك الكابتشينو. ولا أريد منك شيء خالي، أجيبين لك الكابتشينو وانت واقف. خالي ما أريد منك شيء ولا بعد مشتهي منك شيء. تعينا بخالي أجيبين لك الكابتشينو، ما تريد خالي اشتامر خالي. والله يا خالي لو ولدك كان ما عصرت بهذا الشكل. لا تثير المواجع، خليني قد نسيت وين الولد. وين الولد؟ بارك الله فيك. عفا عليك خالي، خالي عفا عليك، انت تزوج الاول وبعدين خلينا نشوف البذرة الصالحة. انا اسمح لي ساير عنك البيت. الله معك خالي. خالي ما وصيك اصحابك راعي التكاسي، اذا حد عنده تلفون مستعمل او ساعة مستعملة تراني شرعي. حسبي الله عليك، مالت عليك وعلى الساعات اللي انت تشتريها. خالي كلامي ترى ما انا في رقبتك، ها ما وصيك. لا حول قوة الا بالله العلي العظيم، ما افتكيت منك من قريب، افتك منك من بعيد. وعلو تعجبني. هذه الساعة تحفة، نعم تحفة. إنزين هذه موديلها عام 1965، وعاد ترميمها وبنائها عام 2015 بعد الميلاد، بعد وفاة حبوتي الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. إنزين تعرف أن هذه الساعة تسوى كم الحين؟ كم تسوى؟ بصراحة أنا ما أحب أكذب، أنا أقول لك الحقيقة وما أحب ألف وأدور. وأنا جاي إنك علشان أبى أسمع منك الكذب، قول لي وبكم؟ هذه بدون مبالغة تسوى 50 ريال. أخ راسي. وهذه الساعة حلال عليك، وحطها في جيبك، واللي تبغى تدفعه دفعه. بل ما بغت تطلع منك. وأنا أغمض عيوني علشان ما أشوف على محفظتك. وها دوك يا اخويا، برد على فؤادك شويه. مالك انت جالس كذا بعيد الشر متسمر؟ خير ان شاء الله، مو فيك كلك ابو الهول والخوف والخفرع والمقرع. بعيد الشر انت من جاي صار لك 10 دقائق كذاك ساكن ما تتحرك، حتى عينه ما تتحرك. لا يكون انت متختم. ايه مو السالفة أخو سعيد، لا يكون أنت داعم حد اليوم؟ نعم. حقا من ظهرك للحق؟ نعم. عاد الحد قاس عليك. أنا ما حد يقص علي، ميزاتي في جيبي. إنزين عقب مو سالفتها هذه الشنطة؟ هذه الشنطة هي سبب بلوتي أنا. فيها قنبله؟ يا ريت لو فيها قنبله اكبر واعظم. فيها عقد مسدس. شو تبغى تسوي؟ ارهابي؟ مره قنبله مره مسدس، شو تسوي؟ انا شو شطر؟ اي نسي يا حرمه، اي نسي شبلات مستحيله. ابى اطل. شو الطلين؟ الطلين غلط، الطلين من الشباك. قول بشوف. اي نعم، وبعدين احنا ناس كبرنا. شوفي الحين طالعي. عفا عليك، ما تدفع فيها ولا بيسه، خذها ببلاش. 10 ريالات يا الظالم.
الحين أنا صرت ظالم؟ الساعة قيمتها 50 ريال وتدفع فيها 10؟ خلاص خلاص بس 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 لا بتصيح بعدك، خذ 5 غيري. مشكور مشكور يا الأخ، إن شاء الله رجعنا مرة ثانية إن شاء الله. تعرف متى تسكت وتعرف متى تتكلم، لا بعد تعرف كيف تتخلص من زباينك. مع السلامة عياد. مع السلامة. أهلين سعود. الحمد لله تمام، والله لحد الحين ما حصلتها، وعسى يكون صاحب التاكسي اللي فقدتها في سيارته ابن حلال ويرجعها، لأن هالشنطة أمانة والأمانة ضروري ترجع لأهلها. كيف؟ سيارتي؟ والله بعدها في الجراج. عسى خير إن شاء الله. حياك الله، مع السلامة. زين والحل يا سعيد؟ شو الحل بقى؟ لا عرفت تليفونه، لا عرفت عنوانه، لا عرفت شيء عنه. طوطي 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 وناسه واي 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 هاتي البيتات هاتي. اخذ قطيعه. انا اسالش انت يا حرمه، خلاص تعودت تدخلي بيوت الناس لا لا سلام لا عليك لا هو لا جاي. ايه لا يا ماخذ حقي، حقش محفوظ والحمد لله. عندش تليفون المكتب، عندش النقال، عندش الايميل، ليش ما تتصلي؟ حبيبتي ابي من هذيلة. ها؟ من ايش؟ الشنطة اللي قاعدة تعدين فيهم انتي وسعيد الفلوس البيزات والساعات. اها انت ليش حرقة الايد يا المتسللة انت؟ ابى اعرف انا ايش الفرق بينش وبين الحراميات؟ والحين انت وش تبغين منك؟ اسكت انت، انت بالذات ما تحكي، في شغل بيني وبين اختك، ياي بساعدها. ها؟ اي ما اريد منش مساعده. تساعدينها؟ والفلوس اللي خذيتيها من الحرمه ام الولد حق اختي سلمى، وين الفلوس؟ سعيد؟ ها؟ ايش سالفه الفلوس؟ ها؟ انت ايش قاعد تحكي يا سعيد؟ اي فلوس هاي اللي قاعد تحكي عنها؟ ما في فلوس. الفلوس اللي خذيتي يا العياره يا الطياره انت. الفلوس، احلفي انك ما خذيت فلوس. ما خذيت. ها؟ ما خذيت. سمعيني انت. انا شوفي انا اتعامل معاش بكل شرف. تعاملي معاي ولا تكذبي يا العياره انت. لا 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 مكذب ليش بعد عمري؟ صدق انا خذيت الفلوس. المره هذه اللي تزوجت تزوجت واحد تاجر وقالت يبي يساعدك. اها جيبي هني المحترمه. شنو الفلوس؟ جيبي الفلوس. الفلوس اعطيني اياها ان شاء الله بعطيك. اعطيني اياها بسرعه. انت رفضتي تاخذين بالاول، انا قلت انت دام رفضتي باخذهم انا احسن. اعطيني اياهم الحين. بعطيك اياهم كاكاهم. ها وايد طلعوا قطيعه قررت فلوس. هاك شوفي قضي اعطيني فلوس. زين وانا ابي حقي. سمعيني انت يا سلامه، الفلوس هذه لا لي ولا ليش. سلمى فكيني من هالبلوى هذه. شو رايك ناخذ الشنطة هاي ونوديها الشرطة؟ لأن صراحة ياسي على كبدي مثل تايل سبين. أختي سلمى، شو ياسي تسوي؟ جالسة أكتشف الأنظمة اللي في هذا التليفون.
الو، اهلين ابو احمد، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ها وش اخر الاخبار؟ عرفتوه؟ ايوه، هذه مواصفاته. عرفت اسمه وعنوانه؟ خلاص ان شاء الله اكون عندك بعد دقائق. مشكور يا ابو احمد، مشكور، حياك الله. ها شباب، تبيوا هاتف نقال ولا سماعة ولا ساعة؟ مو تبيوا، قولوا. هو هذا. ايش صاير؟ انا ما سويت شيء. ما نقدر نتكلم معاك، القضية فيها شوية تحقيق ولازم تجي معانا المركز. انا؟ انتو من؟ لو سمحت تعال معنا نبي. تفضل. الحمد لله انك مليت البيت. انا من حصلت الشنطه وانا قلبي مشغول. الحمد لله على كل حال، والحلال عمره ما يضيع. كلامك عدل، الحلال ما يضيع. عاد اسمح لي، بارك الله فيك، انا بصير داخل اجيب لك الشنطه. تفضل. مشكور. تصدقين يا اختي؟ ان صاحب الشنطه موجود داخل البيت؟ والحلال نعم، الحمد لله. رايك انت؟ الو؟ اي نعم. ها سالم ولدي، خير ان شاء الله؟ ايش تسوي في مركز الشرطه؟ انا بنفسي مستغرب. وجهوا لي اتهام انه بيقضي ساعه حال شخص بقيمه 10,000 ريال. وانا يا دوب الساعات اللي عندي في المحل ما هي قيمه 20 ريال. قالوا بيسجنوني على ذمه التحقيق. يلا خلي بسرعه تحكوا عليه. زين انا وخالك تو جايين. ايه؟ لا ربع ساعه ونكون عندك. يلا مع السلامه ولدي، مع السلامه. ايش في سالفه؟ حابسينك بمركز الشرطه، يلا خلينا نروح. ايه بس وياك، بس اول شيء اعطي الشرطه حق صاحبنا. وي وياك. زين انا بس البس عباتي وانتظرك في السياره. زين لا تتاخر. تفضل اخوي، هاي الشنطه مالك، وتاكد من السامان اللي داخل. لا ما في، احسنت ما قصرت. تفضل، هذا حق البترول في السياره. مشكور. مع السلامه. يا اختي يا سلمى. نعم. اهلا، شو مسوي فيكم؟ ليش جايبيني مركز الشرطة؟ بارك الله فيكم. استهدى بالله يا سعيد. خالش امش العسكري واقف هناك على الباب وما خلاني باقي يعقب السجن معك بصراحة. سلم ولدي، اعطيهم ساعتهم. حطهم بارك الله فيك، خلنا نروح، خلنا نسير اتكس اترزق. يلا هي الحد ياخذ ساعة قيمة 10,000 ريال عماني. قلت لهم ما حد صدقني، انا وين 10,000 ريال؟ قالوا لي الوحده القلبيه، ما صدقوني. سالم يا ولدي انت شويه اصبر يا ولدي. وين الساعه؟ وين السيسو؟ ودور مدار مخصوص الكوب واعي يا ولدي. انت تذكر عطيته من بعد حالك؟ ما ادري ايش هو قالوا لك، عقل يوميه يوميه عقل يا فرقه. ليش؟ وبعدين انا اتكلم معاكم باي لغه؟ انتم ما تفهموني. ما حد يفهمك يا سالم، انا ما عندي شيء. اباك ترجع الساعه بارك الله فيك. ولا ها ترى بتم في السجن ولا بقى اتمشى وتكسر اشوف. ها من ساعه من كذا قاعد تتكلم. من دي ما قلتي ان الساعه فيها فصوص وعليها سير اسود؟ نعم هي دي الساعه، نعم اتذكرها، اشتريتها ب 15 ريال. نعم وبعتها حالها ب 18 ريال وبعد بيعك الصاد. الحين انت وولدك تبون تطلعوا من السجن وتخلوني انا في السجن؟ تبون تعقوني في السجن؟ اسمعوا، هاي الساعه صار لها 4 شهور و10 ايام عندي وما حد ياخذها.